بلا سلامة حبيبتي. الله يسلمك يا فخر، بركة انك كويس. الحمد لله الحمد لله، كل حاجة خلصت، مش ناقص بس غير حاجة واحدة. ناقص ايه تاني يا فخر؟ مش كفاية كده ولا ايه؟ فضل اجيب ابني يا ناصر. ابنك؟ ابنك مين؟ عمر؟ هو لسه عايش؟ عايش. اخس عليك يا ناصر، يعني انت عارف ان هو عنده ولد وما تقوليش؟ خالتي ده كان قال لي مره زمان لما نزل من بلجيكا اجازه، بس من ساعتها ما جابش سيرته، وانا ما رضيتش اساله عشان بصراحه افتكرته مات. ما ماتش يا نصر. طب وما جبتهوش معاك ليه؟ كانش ينفع، كان ممكن سمير العبد يأذيه. طب ما كنا رحنا له في اي حته هو عايش فيها، كل ده ليه؟ ليه؟ عشان خاطر عيسى. عمر متسجل باسم عمر عيسى، وهو ابن فخر، ابن ولادك الاتنين يا خالتي.